الفكرة بلشت بال 2005 من وراء الأحداث الأمنية اللي شفناها بالبلد، فطلعت بالفكرة أنه ليه ما منبلش نصنع نحن سيارات مصفحة بلبنان، لأنه كان في نقص بوجود السيارات المصفحة وبتأجير السيارات المصفحة للناس اللي عايزة. البريليانت لبانيز أوردز فتحت لي مجالات كتير، صار العالم عنده وعي أكتر شو يعني سيارة مصفحة، مين اللي لازم يركب سيارة مصفحة ومين لا، وخلقت لي فرص عمل كتير وأسواق جديدة. إيمانوا بقدراتهم، إيماننا بنجاحهم. من 2007 دعمنا إلكن مكمل.